اللي شايفينه قدامكم طريق الرعب أو وادي الموت في تركيا، يعتبر أخطر طريق في تركيا وواحد من أخطر طرق العالم. أخذ بناءها الطريق 132 عام وموجود في ولاية أرزنجان، فقلنا ليش لا، رح نروح نزوره. وبالفعل أخذنا رحلة وانطلقنا. بداية الطريق كانت عادية، لكن كل ما تتقدم بالطريق بتحس إنه الطريق بديك أكثر وأكثر وأكثر. تغلط بتموت. والخطير في الطريق إنه محفور في أكثر من جبل ممتد على 8 كيلومتر وفي أكثر من 38 نفق، ها غير عن إنه مرتفع عن الأرض وتحتك في نهر. بدأت تمطر يا جماعة وإحنا فوق، فإحنا ما قدرنا نكمل لنهاية الطريق بسبب الأمطار اللي أجت فجأة. لكن أنت إذا قلبك قوي وبتحب المغامرات فالطريق بيستنى فيك.